تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد شكرا 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 يا اطفال. وش راكم يا اطفال؟ اكم ملاح. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الديكور الجميل في هذه الحصه الجميله حصتكم مع عمو يزيد اللي تجيكم مره في الاسبوع معكم يا اطفال كامل وانتم لكم تشاهدوا فينا تاني مرحبا بكم نحيوهم نحيو الاطفال اللي يشاهدوا فينا يا اطفال. إذن اليوم في هذه الفترة هذه نحتفل بعدة أيام عالمية مهمة مهمة بزاف في حياة الإنسان. كاين يوم مهم جدا وهو اليوم العالمي لرجل الإطفاء اللي صادف يوم 4 ماي. على بالكم بلي كاين اليوم العالمي للحماية المدنية، هذاك اليوم العالمي للحماية المدنية يوم 1 مارس، ولكن اليوم العالمي لرجل الإطفاء هو في 4 ماي. هذا اليوم هذا منذ سنة 1999 هو رجع يوم عالمي نسبة أربع كانوا أربعة تاع لي بومبي رجال المطافئ اللي ماتوا في أستراليا كانوا يطفيوا في النار كانوا يؤديوا في العمل تاعهم الشريف وماتوا. من هذاك اليوم رجع يوم عالمي لرجل الإطفاء. كاين كذلك يوم ثاني مهم اللي هو يصادف يوم 5 ماي هو اليوم العالمي لنظافة الأيدي. أعطيني الميكرو كليبو. تحية 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 على كليبو. شكون اللي يقدر يقول لي شحال من مرة في اليوم تغسل يديك؟ واسمك؟ كميل. الله يبارك. شحال من مرة في اليوم تغسل يديك كميل؟ تغسل صباح يديك كي تنوض ومن بعد وكي تفطر واش دير؟ تغسل يديك ثاني؟ اه ومن بعد كي تجرح ترقد؟ نغسل يدي. الله يبارك. اوكي يلا واسمك؟ عميروش. عميروش الله يبارك. شحال من مره في اليوم تغسل يديك عميروش؟ في الصباح نغسل يدي ايه وفي الليل نغسل يدي وبعد الغداء نغسل يدي. الله يبارك الله يبارك. شكون تاني نشوفو نشوفو شكون نشوفوك انتي واسمك؟ مايا. الله يبارك مايا. شحال من مره في اليوم تغسل يديك مايا؟ مع الصباح ايه و12 وعلى الغداء. الله يبارك. 12 وعلى الغداء تاع العشاء. العشاء العشاء نروحوا الكتكوت ولا لا 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 نروحوا لصديقنا نروحوا لصديقنا تاني نسقسوه تاني هو شحال من مرة في اليوم تغسل يديك؟ خمسة. شحال؟ خمسة. علاش خمسة؟ في أوقات الصلاة. الله يبارك. وهذا في أوقات الصلاة خمسة وفي في أوقات الغداء. الله يبارك. دونك في أوقات وجبات الغداء وفي أوقات الصلاة ما ننساوهمش. حبيتي تقولي لنا أنت شحال مرة تغسل يديك؟ واسمك؟ خديجة. واسمك؟ خديجة. خديجة الله يبارك. شاطرة شاطرة خديجة. شحال من مرة في اليوم تغسل يديك خديجة؟ أنا سيدي ما بق... شحال من مرة؟ في الصباح؟ كناكل في الصباح؟ إيه؟ اليوم في الصباح ومن بعد في الغداء تاني؟ وفي العشاء؟ في العشاء تاني. واش نديرو تاني قبل ما نرقدو تاني؟ نسيدية إيه؟ ومن بعد نرقد. وسنانك؟ وسناني. سنانك تاني. وأنت واسمك؟ سمارة مرات. حبيت الميكرو؟ أنت تحب تغني أنت باين. يا بس اتكلم معايا قرب الميكرو من فمك. واسمك؟ سمارة مرة. ايه شحال من مرة تغسل يديك في اليوم؟ نغسل صباح ايه صباح الغداء ايه غداء والعشاء والعشاء كذلك. الله يبارك. حبيت تقول لنا حاجة كتكوت؟ يلا تفضل. نغسل يدي قبل الأكل قبل الغداء وبعد العشاء وأثناء الصلاة.
وبعد الغداء ما تغسلش؟ بعد الغداء قبل الغداء وبعد الغداء وقبل العشاء وبعد العشاء. الله يبارك، الله يبارك. تصفيق على كتكوت، تصفيق 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 على كتكوت. يا أطفال، غسل الأيدي مهم جدا جدا جدا. أنا ما رجعش الميكرو الكليبو، علاش؟ لأنه اليوم جبت لكم هدية. هذه الهدية هي اليوم راح نديروا تقدير لرجل الإطفاء، رجل الإطفاء اللي شخص مهم في المجتمع نتاعنا. إذا تغنوا معايا كامل رجل الإطفاء. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاد البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاد البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يا أطفال، اليوم كاين يوم مهم في تاريخ كفاح الجزائر اللي هو يوم 8 ماي
1945. شو اللي يقدر يقول لي لماذا يرمز هذا اليوم؟ تعرفوا واش صرا فيه هذا اليوم؟ ما تعرفوش. إذن هذا اليوم هذا راح نتكلموا عليه اليوم هو اليوم اللي خرجوا فيه الجزائريين في مظاهرات يطالبوا الاستعمار الفرنسي بالوعود نتاعو اللي عطاهم للجزائريين. قال لهم لو كان تساعدوني في الحرب العالمية الثانية نعطيكم الاستقلال تاعكم بعد الحرب العالمية الثانية. إذن بعد الحرب العالمية الثانية خرجوا الجزائريين يطالبوا بهذا الحق هذا، وين الاستعمار الفرنسي خلف الوعود نتاعو ووقعت مجزرة كبيرة في سطيف وقلمة وخراطة. مجزرة راح ضحيتها أكثر من 45 ألف جزائري. إذن إحنا ماذا بينا نتوقفوا عند هذه الأيام هذو باش نتفكروا هذ الناس اللي ماتوا على هذا الوطن هذو ونقولوا ونترحموا عليهم ونقولوا الله يرحمهم. في هذه المناسبة هذه كلفنا أيمن الباحث باش يديرنا نبذة تاريخية عن شخصية معروفة في الكفاح الجزائري اللي هو مصطفى بن بولعيد الله يرحمه. إذن يلا مع شخصية اليوم. مساء الخير، اليوم راني رايح نحكي لكم عن حياة مصطفى بن بولعيد. ولد سنة 1917 بولاية باتنا، ترعرع في وسط عائلة ثرية. بدأ دراسته في القرية التي ولد فيها، هاجر إلى فرنسا عام 1937 ونظم اتحاد للدفاع عن حقوق الجزائريين سنة 1939. جند في الخدمة العسكرية الإجبارية وشارك في الحرب العالمية الثانية، وكان يقود نشاطا للتكوين السياسي والتدريب العسكري للفدائيين الجزائريين. عام 1948 شارك في انتخابات الجمعية الجزائرية وفاز فوزا ساحقا، لعب دورا هاما في تنظيم منظمة خاصة وبدأ في الحصول على الأسلحة من ليبيا. أسس لجنة الثورية للوحدة والعمل وشارك في الاجتماع 22 جوان 1954 وأصبح مسؤولا عن المنطقة الأولى الأوراس. ذهب إلى ليبيا لتزويد الثورة بالأسلحة لكنه اعتقل في 11 فبراير 1955. حكم عليه في عام 1955 بالإعدام لكنه تمكن من الفرار في نوفمبر 1955 وعاد إلى نشاطه العسكري وشارك في المعارك العديدة ووصل القتال حتى سقط في معركة 22 مارس 1956. رحم الله شهيدنا الشجاع. شكرا 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 أيمن، شكرا شكرا. إذن رحم الله شهداء الجزائر، شهداء ثورة الجزائر وكفاح الجزائر. على بالكم يا أطفال في كل حصة، في كل حصة عندكم لغز، عندكم لغز أنتم والأطفال اللي رام يشاهدوا فينا عبر الشاشة. اللغز اليوم يقول، اللغز اليوم يقول عندي أربع رجلين بصح ما نقدرش نمشي، عندي أربعة أرجل ولكني لا أستطيع المشي. داكور، عندكم مهلة للتفكير، عندكم مهلة للتفكير مع الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا عبر الشاشة، كذلك فكروا معنا ولعبوا معنا. إذن ولكن بعد قبل ما نشوفوا الحل نتاع اللغز هذا، أعطيني النبولة هذه وريت شوف، أعطيها لي أعطيها لعمو. شكون يوصلها الخيط؟ أوه هاي النبولة هذه، وتحب اللون هذا؟ واش من اللون هذا؟ أعطيني الميكرو كي نتكلم معهم شوية، ترى يحبون نبولات الأطفال. واش من اللون هذا؟ أورانج. ها؟ أورانج. أو إنجليش مان. أورانج. برتقالي. برتقالي. أي برتقالي صافا. ولكن يا أطفال النبولات جميلة، وين نستعملوا؟ في أي مناسبات نستعملوا النبولات بزاف؟ شو اللي يقدر يقول لي؟ قول لي عيد الفطر. عيد الفطر مليح مليح. نبولات في عيد الميلاد، في عيد الميلاد كذلك. قول لي اديتها لك، شوفوا فكرة أخرى. كاين المولود، كاين المولود ما تعرفش؟ قول لي المولود، المولد النبوي الشريف. دهلك زيدو، عندك مناسبة أخرى؟
وش هي؟ في عيد الأضحى. في عيد الأضحى، عيد الأضحى، الله يبارك، الله يبارك. مليح. وانتي؟ في عيد الميلاد. في عيد الميلاد. إذا نستعملوا النبولات في أعياد الميلاد. في عيد الأضحى، في المولد النبوي الشريف. إذا يا أطفال، اليوم جانا الساحر اللي تحبوه كامل وتنتظروه. اليوم نرحبوا كامل بعمو فؤاد. عمو فؤاد جانا من بعيد، جانا من مدينة موريال من كندا. قال لي لازم نجي نشارك مع الأطفال في هذه الحصة هذه الجميلة. إذا في حصة عمو يزيد نرحبوا بعمو فؤاد الساحر. تصفيقة. الأولاد واش حوالكم اليوم؟ دركا راح نشوفوا لعبة، بصح لازم يجي معايا واحد. انت يا ايوا تصفيق عليها حارة. جي انت هكا لا دير هكا فوالا با حكمي الهدية. دركا راح نخدم معاك سي مون اسيستانت. اوكي يس او يو سبيك انجلش. عرفتك على بالي بلي انجلش مان على بالي. با يزيد اروح تشوف بس لازم انا ادولت لازم انا ادولت مي تا سيناتور. بيتريسيتي لا عمو يزيد بركه يخاف. جرب تشوف هيا اروح تشوف اروح هيا او عمو يزيد يلعب برك. اكتب هنا اكتب اسمك هنا اكتب اسمك هنا اروح هنا شوف هنا اكتب اسمك ساشا. ها كان شعل نو شعل شعل ستيلو. لا خلاص خلاص با منا علي اوكي سا سي فري با يزيد سانسيرمون. اه ولا لا اه خلي عاود هاو شجاع هاو شجاع اكتب اسمك فوالا. اروح منا واكتب اسمك فوالا سميوك فوالا. خالد وريه الكاميرا هسا زيد نكتبو فوالا. توا ما في اروح ما لازم كل واحد يشوف الكتابات. اكتبي اسمك ولا حطي رقم كما تحبي. دوري عند الكاميرا. دوري عند الكاميرا فوالا. وانت يا مون اسيستانت اكتبي اسمك فوالا. با اليسا اليسا اليسيا اليسيا يزيد شكرا. سيناتور تاعك ما نشوفوا عمو يزيد نيميرو دو كونت وسي يزيد. انت راح دوك علي ميرسي شكرا تفضل بس شكرا فوالا تريسيديا. دركا روح الوسط بواد فوالا نينسي. دركا اون فا فير نديرو ان تور تشوفوا باللي الفولار رايح صح يمشي. مين جبدوها منا ولا منا؟ منا منا. اقعد هنايا اوكي شوف مليحه با خديجه دير او شوفني نجي من هنا خير. شوف خديجه باف راحوا نجبدوها دركا درك خديجة سن با يا سيناتور دو يزيد إليسيا أليسيا رقاد شوف مليحة ليس خديجة ديروف فوالا
دركا تضحك دركا هنشوفه. خديت انت انا ما نقيسش. حلي الفلفل افتحيها شوفي افتح قسميها من هنا بالعقل ما يشوفوا الاصدقاء بالعقل دوسمون فوالا دوسمون ما ادري لا زيدي ها هاي اسنا لا ها اتون هاي هنا تصفيقة على لازم لازم روح اتون لازم نجبدها ليسا الجبدي اسك هي ولا لا لا نعطي الاصدقاء الكاميرا واو تصفيق على مفواد اذا يا اطفال الحقنا دركا للركن اللي تحبوه كامل وهو ركن الحكاية اليوم في هذا الركن هذا راح نحكي لكم حكاية في كل يوم نحكو حكاية تكون حكاية مفيدة وفيها حكمة اليوم الحكاية هي حكاية الحطاب الذي ضاع منه فأس في النهر واحد النهار كان زوج أصدقاء ولكن كانوا يعملوا في الغابة هما حطابين سيدي بيشرون يخدموا في الحطب يعني فوالا يقصوا الأشجار كانوا يعملوا وكانت الحرارة مرتفعة ولكن واحد كان نشيط ويحب العمل نتاعو وواحد كان فنيان يحوس غير يرقد ودائما يشتكي يقول له اليوم سخانة بزاف نخدموا غير شوية نروحوا نرتاحوا نروحوا في الظل نقعدوا والآخر اللي كان دائما نشيط كان يحب الأمانة قال له بلي صاحب العمل هذا دار فينا كونفيونس خلانا نخدمه هنا دار فينا ثقة لازمنا نكملوا العمل نتاعو قال له ما راوش هنا ما وش يشوف فينا قال له لا لا الأمانة كي تكون حتى ما يشوفكش صاحب العمل لازم تقوم بالعمل تاعك ماشي شرط أنه الناس تعسك والآخر يقول له لا لا أنا نحب نرتاح قال له لا لا لازم نخدمه ومن بعد هذاك الفنيان صاب فكرة وش يقول له قال نلعبها مريض ضحك ده في الارض ولعبها اي 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 جاي يجري عنده صاحبه هذاك النشيط قال له وش بيك قالوا اني مريض معي تيراي تؤلمني يعني مريض كرشي توجع فيا وكامل خف عليه قالوا ملا انت صديقي وانت صاحبي ونحبك ملا غير ارتاح وانا نقوم بالعمل ديالك فرح هذاك قال له مزيه انها فكره جميله وراح هكذا تكسل تحت الشجره هكذا وخلى صاحبه يعمل والاخر يفك في الفكر نتاعو بلاوي او يساعد في صديقه اللي راهو مريض لانه عنده الامانه ويحب العمل تاعو ويحب صديقه بدا هكذا يعمل 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 ومن بعد في اخر النهار راح عند صاحبه قال له واش راك مليح شويه قال له اني مليح قالوا يلاه نروحوا كي جاوا رايحين هكذا العشيه للدار جازوا على واحد النهر هكذا قعدوا عند النهر هكذا قالوا يا نقعدوا هنا شويه قبل ما نروحوا للدار قعدوا هكذا وهذاك النشيط اللي يحب الامانه طاح له الفاس تاعو في النهر قعد هكذا يبكي قال له الفاس نتاعي وكذا وراه الفاس تاعي وطاحت يعني راحت في مكان عميق في النهر هذاك ما يقدرش يروح يجيبها ما يقدرش يوصل صاحبه قال له خلاص خليها قال له لا انا غدوه ما عنديش باش نخدم لازم نخدم غدوه قال له انت تحب غير تخدم قال له لا لازمني الفاس تاعي لازم ومن بعد صاحبه هذاك الاناني اللي كان لعبها مريض سمح فيه وراح للدار راح وخلاه وحده وراح هذاك قاعد يبكي هكذا عند النهر وهذاك الاناني قالوا انا ما نستناكش انا نروح للدار انا بالرغم انه عمل العمل تاعو كي كان مريض وخدم في بلاصتو كامل خلاه وراح لانه اناني ومن بعد قاعد يبكي هكذا من بعد فجاه خرج حارس النهر قال له واش بيك تبكي هو خاف هكذا قال له ما تخافش قال له واش بيك تبكي قالوا ضاعت مني الفأس تاعي ودخلت لداخل في النهر وفي أعماق النهر وأنا لازمني الفأس تاعي باش غدوة نخدم وكامل أهبط هذاك حارس النهر لتحت في الماء كامل في أعماق النهر وطلع هكذا فأس من ذهب جابلو فأس أونور يناش أونور قالوا هذه ديالك هو أمين ويحب الأمانة قالوا لا أنا ديالي مشي هذه قالوا دكور عاود هبط
في النهر طلع له فأس من الفضة إناش ونغجان. قال له هذه ديالك؟ قال له لا لا مش ديالي يعني الفأس تاعي عادية. قال له أنت. ومن بعد زاد هبط لتحت جبد له الفأس تاعو عادية مصدة كامل. قال له هذه الفأس تاعي. قال له أمال أنت إنسان عندك الأمانة وما تكذبش نعطيك ثلاث فؤوس. عطالو لي تخوا أش أونوغ أونغجون وديالو العادية. دونك عطالو الفأس من ذهب فأس من فضة والفأس العادية. راح فرحان راح للدار. كي لحق للدار صاب صاحبو هذا قال له واش؟ قال له شوف شوف واش صرا لي. صاحبو غار منه غار منه. كي غار منه هذاك صاحبو قال له راح يجري هكذا للنهر. قال كيفاش هو عنده فأس من ذهب وفأس من فضة تاع الفضة وكامل وانا ما عندي والو. راح يجري هكذا كي لحق لتما ضرب راسه هكذا وبقى يبكي هكذا باش يجي هذاك حارس النهر. بعد خرج فجأة خرج حارس النهر قال له واش بك؟ قال له هو كي لحق بالعاني طيح الفأس تاعو تاني في النهر رماها ما طاحتلوش هو رماها عمدا. كي جا حارس النهر قال له واش بك؟ قال له الفأس تاعي طاحت لي تحت في النهر في أعماق النهر. قال له دقيقة. هبط حارس النهر في أعماق النهر هكذا وطلع فأس ولكنها من ذهب. قال له الفأس ديالك هذه؟ قال له إيه إيه إيه. قال له يا واحد الكذاب. قال له أنت كذاب. وراح اختفى حارس النهر. قال له خلاص ما عندك حتى هضرة معايا خطش أنت كذاب. بعد قال له ارجع لا لا ارجع 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 الفأس ديالي وكامل والو ما رجعلوش كاع لأنه كذاب. ومن بعد جا رايح للدار جا رايح للدار هكذا وهاجوا عليه بوزنزل كاع يجروا موراه يا واحد الكذاب يا واحد الكذاب هو يجري انقذوني انقذوني يا واحد الكذاب يا واحد الكذاب. عمو يزيد تسمى الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية قل الحق ولو كان مرا. يعطيك صحة كليبو حكمة جميلة جميلة. يهضر بزاف هو يدخل روحه يحب يدخل روحه في الحكاية تاع عمو يزيد بصح جاب لنا حكمة مليحة نسمحوا له يا أطفال نسمحوا له. إذن جابنا هذه الحكمة قولي الحق ولو كان مرا. إذن لازم دائما نقولوا الصح نقولوا الحق ما لازمش نكذبوا لأنه الإنسان لما يكذب يقدر يحط نفسه في مأزق في مأزق ما يقدرش يسلك منه. إذن لازم يا أطفال دائما نقولوا الحق. واش نقولوا الحق. شكرا. إذن لازم دائما نقولوا الحق. يا أطفال اليوم عندي لكم مفاجأة. هذه المفاجأة هذه جانا الشاعر في عمره 12 سنة. هذا الشاعر اسمه محمد شيخاوي جانا من ولاية تيسمسيلت. وهذا الطفل هذا خدا الجائزة الأولى في مهرجان شعر الطفل. إذن راح نرحبوا به محمد شيخاوي جابنا هذه القصيدة. تفضل محمد. قصيدة بعنوان المواطن الصغير. الثلج يتساقط ولهيب صدري يعانقني الآن فقط أتذكر حبيبتي حبيبتي إنها جميلة وبين عينيها احترت أنا وبين وصالها ذعت أنا فكيف الوصال إليك دليني أخبريني بالمجد بالبطولة ذكريني كيف جاهد أبناؤك من أجلك صيف شتاء خريف وربيع لا كلل ولا ملل وأخبريني أيضا كيف أقسم بالله أن جهادهم سوف يمتد بعد وفاتهم ذكريني أنت حكاية حبي ولوحة مرسومة في قلبي شعبك فاض حمما إذا كان مقتصدا فكله حاتم في بيت كرما هل تعلمين أنك في قلوب الشعب مسكنه وشعبك قوي متماسك متحد به لا يدخلك شر أو طغيان ومهما حاول كارهوك فلن تمسك الأحزان هل تعلمين أن شوارعك تفوح مسكا وريحان وأن من يدخلك يراك زاهية الألوان كل شيء من حولك في ابتسام جنة الفردوس أنت من يرى ماذا أرى يظن أنه في منام أنا المواطن الصغير خلفتني تلك الدماء دماء صناع ثورة نوفمبر اندفاع بقلب رحوب شهماء أبطال الجزائر أحياء عند ربهم يرزقون وختامي لكم سلام
ورحمة عن من ذكرهم في القلوب، وإلى كل محب لوطنه جزائرنا فخر الشعوب. شكرا 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 شكرا. إذن محمد حبيت نتكلم معك برك على هذه الجائزة. هذه محمد نال جائزة، جاب لنا اليوم الشهادة نتاعو، راح نشوفوها مع بعض أو خباها لنا كليبو. أعطينا الجائزة نشوفوها. فوالا، واش نقولوا واحد كي تكون عنده جائزة كيما هكذا؟ واش نقولوا؟ الله يبارك، مبروك عليه. إذن هذه الجائزة، الجائزة الأولى في فعالية الطبعة الرابعة لأيام الطفل الشاعر. إذن تحية تحية لمحمد، مبروك عليك محمد، وإن شاء الله مزيد مزيد من النجاحات، مزيد من التألق إن شاء الله. هذه الشهادة هذه لازم تحتفظ بها، لازم تحتفظ فيها بمكان. فوالا، تفضل، وسلامي لكل سكان مدينة تيزوزيان. يلا مع السلامة، شكرا على الزيارة. شكرا شكرا شكرا. يا أطفال مقبلة طرحت لكم لغز، قلت لكم لغز، قلت لكم عندي أربعة أرجل ولكن لا أستطيع المشي، عندي أربع رجلين بصح ما نقدرش نمشي، شكون اللي عنده الجواب؟ تفضل. بيبي. بيبي بصح يمشي البيبي، يحبو. طاولة. نحتها لك. ها واش هي؟ طاولة. الطاولة، شكون اللي كان يعرف الطاولة تاني؟ طاولة. طاولة. الله يبارك، اقعدوا 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 اقعدوا. عندكم جواب آخر؟ الطاولة. هذا اللغز عنده زوج حلول، كان طاولة كان شيء آخر. عمو يا زين، ممكن يكون زوج حلول ولكن طاولة. برافو برافو. عمو قولي. كرسي. كرسي. إذن كاين الألغاز اللي عندهم عدة حلول، دونك برافو على الطاولة وبرافو على الكرسي. والأطفال اللي شاركوا معنا إذا كان صبتوها في البيت تاني طاولة ولا كرسي، يعطيكم الصحة وبقوا معنا في كل حصة. عندنا ألغاز أخرى، كاين طفلة راهي ترسم لنا في أرسا في رسم جميل. الشيء اللي عجبني أنها رسمت برك بقلم واحد، يعني لون واحد، ودرت لنا رسم. واسمك؟ جمانة. جمانة، الله يبارك الله يبارك. واش رسمتينا؟ أوه رسمتينا الديكور تاعنا. شوفوا شوفوا الديكور تاعنا شحال شباب، شوفوا شوفوا هايل، شفتوا شحال شباب؟ نوروه الأطفال. فوالا أطفال، شوفوا الديكور تاعنا شحال شباب. شباب الديكور تاعنا هايل 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 هايل. برافو برافو جمانة. والشيء اللي عجبني استعملتي لون واحد فقط. ها لون واحد وقلم واحد. برافو برافو برافو. شكرا شكرا. كتبت مام مع عمو يزيد. يا اخي تحبي عمو يزيد؟ هو تاني يحبكم، هو تاني يحبكم. تحبوا عمو يزيد؟ انا تاني نحبكم. يا اطفال على بالكم بلي في كل حصه نديروا مفاجاه للطفل هو ما يكونش على باله، نديروا له عيد ميلاده. اليوم عندنا عيد ميلاد كميل. فوالا صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه. اروح كميل، اروح لعندي اروح لعندي. اليوم اللي كان على بالك بلي عندي الكانيفرسال ديالك؟ لا 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 لا. برافو 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 كميل، او فرحان بزاف اللي اليوم رايحين تحتفلوا معاه انتوما كاع بالانيفرسال ديالو. شحال درت من سنه كميل؟ خمسة. صفيقة صفيقة على كميل، خمس سنوات خمس سنوات. هاك فرحان كميل تربية. إذن يا أطفال رايحين دركا أصدقائنا راح يروحوا يجيبوا له الكعكة ديالو التورتة باش ناكلوا معاه الكاطو اللي واسيناه له، وحنا نغنوا له عيد ميلاد سعيد. يلا تغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
بابا وماما يدعوا له واصحابه يباركوا له واجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له واجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل خمسة أربعة ثلاثة واحد طفي الشمعة برافو شكرا شكرا ما بقى لي الا نقول لكم يلا كامل قطعنا الكاطو هذا باسكو رانا جيعانين جيعانين بزاف يا اطفال حابين ناكلوا الكاطو تاع كامل اذا ما بقى لي الا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا اليوم نعطيكم موعد الاسبوع القادم في نفس التوقيت كونوا معنا ويلا يلا يا اطفال يلا تحيه لكل اطفال الجزائر لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين